مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث عدد من الملفات. الحكومة تنفي إصدار قرار بعدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية في المجموع الكلية. مصر تدين قرار إسرائيلي بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية المحتلة. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وآخر المستجدات على الساحة العالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بعدم إضافة درجات الاختبارات الشهرية لصفوف النقل إلى المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول خلال العام الحالي، ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الأنباء مشددة على أن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسي الأول أو الثاني تضاف بشكل طبيعي لمجموع الطلاب التراكمي في نهاية كل فصل دراسي. صرح وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بأن جهاز تنمية مدينة العالمين الجديدة سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 13 من ديسمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 من مارس المقبل في تسليم الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر ومشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي لحاجزيها بمدينة العالمين الجديدة المخصصة بنظام الحجز الإلكتروني بتاريخ 15 من يناير الماضي. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة بما يمثل انتهاكاً صارخاً جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت مصر على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطينية مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية. وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية للاطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقود من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مشددة على ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.